المقطوعة الثالثة هو مطرب بس راح أغنيها عن ناي، يعني عن دليب الناي راح يكون. طارق رباح هو من أحد طلاب بيت الناي اللي حصلوا على منحة دراسية، وعمره كان 16 سنة والآن 18 سنة أو 19 سنة. راح يقدم أغنية العندليب الأسمر بحلم بيك. بتمنى زي ما الناي بغني أنتوا تغنوا معاه وتشاركوه وتشجعوا. طارق رباح تفضل. مساء الخير.
زي ما انتوا استمتعتوا مع طارق انا كنت من ورا برضه مستمتع ومبسوط صراحه، لانه الانسان ورد طبعا، الانسان لما يلاقي نتيجه ثماره بنبسط كثير، كانه هو النجاح له بالضبط. ودائما بنحكي انه ممكن طالب يتفوق على استاذه، وهذا شيء بالعكس شيء مش غلط ومش عيب. وطارق اليوم تفوق على المسرح، وان شاء الله يضل كل الشباب متفوقين على اللي درسوهم اكيد.